نوع بدنا نحكي عنه اللي هو الكيك الإسفنجي، سمي بالكيك الإسفنجي نظرا لملمسه ومظهره الطري. ويتميز الكيك الإسفنجي بعدم إضافة الدهون بشكل عام، ويعتمد في عملية الرفع على المادة أو يعتمد في عملية رفع على بياض البيض وبخار الماء دائما. ويتميز بالكيك الإسفنجي بطراوته بالإضافة إلى سطحه المستوي والمنتظم، منتظم التحمير، ولبه الناعم واللين والمرن أكثر من الكيك الدسم، ونكهته الخفيفة، وهو أكثر حلاوة من الكيك الدسم. وأهم مكوناته دقيق وسكر وبيض، وممكن إني أضيف قليل من حمض الليمون أو من أي نكهة أخرى من الفاكهة. ودائما نعمل على إنتاجه زي ما إحنا شايفين، ضلة تخفق في بياض البيض لحتى تكون عندي المظهر الكريمي، وبعدها بتضيف باقي المكونات وبتعمل على وضعه في القالب المخصص وبتعمل على